الحمد لله ربنا خير. جيت متاخر للاسف. هنا ربنا يصبرني يا رب. مجلس الوزراء جوه جاي يشوف طلبات ايه. احنا غير طلبات هبه. علي صوت كمان انا بصراحه وعادي عايز اللي هيكلم من جوه. الكارنيه بتاعنا مش مفعل. الناس المصابه مش مفعل. الكارنيه المصابين طب عيد الكارنيه. دلوقتي احنا لما بنحب نتعالج لازم نجيب جواب. ان انا دلوقتي لو انا اصبحت ان انا مش معايا جواب ما بتعالجش. الكارنيه ده لازمته ايه؟ احنا لا بنتعالج جوه ولا بره. العلاج ولا جوه ولا بره. يعني عدم الرعايه. عدم الرعايه بس عايزه في ايه هنا مش عايزه. بس على فكره انت مش هتخلي خالد بارد وبس. يعني الاهم ان خالد خالد بارد اللي هيتكلم لجوه. يعني احنا مش هنشيل حد ونجيب حد على نفس الموظف. في واحد زميلي هو بيقول لي حل مجلس اداره المجلس وعاد تشكيله بالانتخابات من قبل كنت على سنه احنا ننتخب احنا الناس اللي هتمسكها. في ايه تاني؟ حاجه تاني غير كده؟ الناس اللي هي اللي كانت بتعالج في المستشفيات دي ال 14 واحد اتطرد. في اتطرد مش على رنده بس. وانا دلوقتي في الفرنساوي محتاجه جواب ومفيش جواب بيجي. جواب عليك انا مش واخده جواب عليك. بس في يعني ان في ناس واخده جوابات علاج وهي اصلا مش مصابه زي احمد رافع انه اللي هو موظف في الصندوق واخد جواب على اساس ان هو مصاب ثوره. العجوزه لا واخد جواب على اتطردوا منين؟ من العجوزه. مش خلاص فرنساوي بقى. في واحد موظف في الصندوق واخد جواب علاج على اساس ان هو مصاب ثوره وهو مش مصاب. طب انا على ايه ده بياخد جواب؟ عايز اعمل قرار علاج. طيب قرار علاج باسم الموظف خلاص جاد ليه؟ على نفقه الدوله. على نفقتنا احنا. على نفقه المصابين. موظف الصندوق يعني. وفي نفس الوقت حصلت له حادثه راح مدير. يعني عن شرط جوابه مختلف عننا ان هو بيتحجز في درجه اولى ومش بيخرج غير لما يكتمل الشفاء وليه مرافق واحنا مش بنشوف ده. يعني الصندوق اصبح صندوق بيحط المصاب اللي على مزاجه وهو مش مصاب وبيتعاند مع المصابين في نفس الوقت. بس في حاجه ثانيه بقى. احنا بنقول كلام احنا قلنا كتير. يعني عملنا وقفات كتير وقلنا كتير. انت بتقولي ايه؟ انا دوري ان انا بخش بعرضه جوه. هو بيعرضه على الرئيس. هو جوه مش بيرد. هي دي المشكله. دي مش بتاعتنا. يعني انا عينهم في الشارع بره. تمام. بشوف اللي بيحصل ايه في الشارع وبقول له كويس بتعمل مصدره بتاعت رئيس الوزراء. اللي بيحصل بقى ايه جوه ده مش بتاعنا. بس انا صوتكم انا بوصله. تمام. عموما لو طلب من حد لازمنا كلنا. طيب احنا عايزين حد فينا يدخل يتكلم مع. وايه المشكله ان رئيس الوزراء ماشي يقابل اللي ليهم الفضل على انهم يبقى رئيس وزراء؟ رئيس الوزراء اكيد هيبقى متواجد في يوم تاني. هو مش شرط دلوقتي. لازم حد فينا يتكلم معاه لان المذكره دي ما بتنفعش. احنا قدمنا كتير مذكرات تمام كل ده ما بيمشيش. احنا عايزين شخص يمثلنا بالكلام يتكلم معاه. يعني يقابلنا يتكرم عليهم بنص ساعه من الوقت. بس انت يعني لا شخص هم يختاروه مش يروحوا يجيبوا شخص زي اللي بيجي كل مره. مش كلنا يعني مثلا اللي واحد اللي واقفين هنا دول هيقتنعوا ان حضرتك بس اللي تخش. يا فندم مختار. على فكره دخل منا لو دخلت منا على الاقل منا مصابه من 2011. منا مفيش مصاب ثوره ما تعرفوش ومفيش ثوري ما يعرفهاش. لكن انت بتروح تجيب ناس يا اما اخوان يا اما عسكر يا اما مش فاهمين حاجه. مش هنجيب حد. لا والله يعني بس هي المشكله ان احنا بنقدم المذكرات كتير ومفيش رد. احنا عايزين نقابل شخصيا حد شخصيا. مش عايزين مقابلات كلاميه بعد اذن حضرتك. هي القصه كده بس. لكن اذا كان على المذكرات فانا اسفه الورقه بتتاخد وبتترمي في اي مكان. مفيش اي حاجه.